كانت لديكم زيارة لسماحة المفتي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. هذا عالم من أعلام الفقه في الأمة وأحد الرموز الكبيرة والأنصدة الثقافية الإسلامية الكبيرة التي أحبها أنا شخصيا، وهو رجل يعني عهدت فيه دماثة الخلق والحياة والتواضع والعلم المؤصل والطرح السهل البسيط، وهو رجل يعني يحب الجميع وأنا أحبه حقيقة. سعدت بلقائه وقد رحب بي ترحيبا يعني يليق به، لأنه هو أهل الكرم، فلا بد أن يعني هذا ليس غريبا عليه ويليق بكم فضيلة الدكتور. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.